أكد نواب كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني أنهم أوصلوا أصوات أبناء كركوك بمختلف مكوناتهم إلى وزير النفط الاتحادي فيما يتعلق بمسألة إنشاء مصفى في كركوك وموضوع التعيينات. كما أعلن نواب كركوك عن الاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحفي أنهم زاروا أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتشاور حول المشاكل المتعلقة بطلبة جامعة كركوك وطلبة النازحين وأمور أخرى تتعلق بالدراسة والأساتذة في جامعة كركوك. يشار خالد حضر هذا المؤتمر وأوفانا بالتقرير التالي. أوضح نواب كركوك من الاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب مجلس النواب العراقي في كركوك عن مغزى زيارة قاموا بها إلى وزير النفط لإيصال صوت أبناء كركوك بكل مكوناتهم ووضعها أمام أنظار وزير النفط لإيجاد الحلول المناسبة له فيما يتعلق بتصدير النفط والتعيينات وإنشاء مصفى للنفط في كركوك. من ضمن سلسلة زياراتنا إلى المسؤولين في بغداد خاصة الوزراء كنواب عن مدينة كركوك، لأن تعرفون إحنا أثناء الحملة الانتخابية وعدنا أبناء كركوك بأننا سنكون الصوت لهم في بغداد ونوصل مطالب هذه المدينة وأبنائها إلى السلطات في بغداد سواء في مجلس النواب أو في الحكومة التنفيذية. قمنا بزيارة إلى معالي وزير النفط قبل فترة ووصلنا مطالب كركوك من فتح مصفى جديد، وحدة تحسين إنتاج، التعيينات وغيرها من المواضيع اللي تتعلق بقضية النفط في كركوك. نواب كركوك في البرلمان كشفوا عن زيارة أخرى قاموا بها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشاوروا من خلالها حول المشاكل المتعلقة بطلبة جامعة كركوك والطلبة النازحين وأمور أخرى تتعلق بالدراسة والأساتذة في جامعة كركوك. كانت لنا زيارة موفقة جدا للدكتور حسين الشهرستاني وهو الآن وزير التعليم العالي، وعدنا بكثير من الأمور ووافق على بعض الأمور اللي هي كانت مطالب المدينة من استضافة طلابنا في المحافظات الوسط والجنوب إلى كركوك، استقدام المدرسين في جامعات إقليم كردستان بدرجتهم الوظيفية إلى كركوك، وأيضا طالبناه بمراعاة الطلبة النازحين الموجودين الآن في كركوك. يعني ليس أبناء كركوك فقط، هناك عدد كبير من الطلبة والأساتذة الذين اضطروا إلى ترك مدنهم ومناطقهم ومحافظاتهم وجامعاتهم في ديالى، في موصل، في صلاح الدين، في التكريت، في الأنبار. جهود نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك لإيصال أمنيات وتطلعات أبناء كركوك إلى الجهات المعنية في بغداد دليل على عمق العلاقة التي تربطهم مع جميع شرائح كركوك دون تمييز. يشار خالد، فضائية كركوك. كما جدد